في الميديا. هنبدأ مباشرة من موقع جوجل علشان نشوف المصريين بيدوروا على إيه على هذا الموقع على مدار اليوم. في جوجل ترندز في مصر النهاردة كانت كلمة منتخب ألمانيا هي الأكثر بحثاً خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد الانتصار اللي قدر يحققه منتخب الماكينات الألماني امبارح على نظيره تشيلي بنتيجة 1-0 في نهائي بطولة كأس القارات اللي أقيمت في روسيا، ودي المرة الأولى اللي يفوز بيها المانشافت بالبطولة في نسختها العاشرة.